السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. ودائما رانا مع يوميات فلاح. اليوم راني نقوم بتنقية هذه الطماطم من هذه الأعشاب اللي نمت فيها. راح نحط الطماطم سماد 20-20-20. لذلك قبل حطيت هذا السماد لازم نقوم بتنقية هذه الأعشاب كلها. وهاد العشبة اللي نمت فيها هي عشبة المرير، هذا هو الاسم اللي يطلقوه عليها هنايا في هذه المنطقة. والمرير قديما كانوا يأكلوه، أو بعد استقلال الجزائر هنا في الجنوب الجزائري كانوا يأكلوا هاد العشبة اللي هي المرير مع بعض الأعشاب الأخرى. هذه اللي كانوا يعيشوا بها في الصحراء تقريبا، وتكون عشبة المرير بهذا الشكل كيف راح يظهر في الفيديو الآخر. هي عشبة أوراقها مليئة بالمياه، وكذلك هي طعام مفيد أو مفيد للماعز والأغنام لأنها مضرة للحليب، وهي طبعا تعد من الأعشاب الضارة في الخضروات لأنها تختبئ تحتها اليرقات وكل هذه الحشرات تختبئ تحت. لذلك يجب نزع هذه الأعشاب قبل لا خرجت لها الأزهار، أو قبل لا دارت الأزهار، حتى ما تلقيش بالبذور نتاعها ويبقى نفس المشكل. وفي هذا الوقت قبل إظهار هذه الأعشاب الضارة تقدمها للمواشي عادي، لكن عندما تعطي الأزهار وبعدين هذه الأزهار تصبح بذور، من الأفضل ألا تقدم للمواشي. هي ما راح تضر المواشي أبدا، بالعكس هي مفيدة مضرة للحليب هذه العشبة اللي هي نتل، لكن تكون فيها البذور كثيرة وراح يأكلوها هذوك الأغنام والماعز، والسماد أو المخلفات نتاع الأغنام راح تكون مليئة بهذيك البذور، يعني راح ترجع هذيك البذور ترجعها للجنان نتاعك مرة أخرى. لذلك من الأفضل ألا تقدم هذه الأعشاب للمواشي عندما يكون فيها البذور. وكذلك هذه العشبة كما قلت يختبئوا تحتها هذوك الحشرات، ما يوصلش ليهم المبيد. لذلك من الأفضل نزعها قبل لا تكبر، وأفضل طريقة نزعها عندما تكون تنمو وهي صغيرة، عندما تكون المزروعات أو الخضروات متباعدة، كيف هنا الطماطم متباعدة بين شجيرة الطماطم والأخرى 40 سنتيم، هنا تقدر أو تستطيع أنك تنزع هذه الأعشاب قبل لا كبرت بهذا الشكل. تنزعها بأي شيء، سواء بالمنجل أو تستعمل ملعقة وتقوم بنزع هذه الأعشاب بحذر. المهم ما توصلش الخضروات، وراح يكون أفضل من أنك تتركها توصل لهذا المستوى، لأنها طبعا راح تقوم باستهلاك كل هذه العناصر اللي في التربة اللي يحتاجها النبات، راح تقضي عليها هي وتترك لك الخضروات صغيرة. راح نقوم بتنقيتها كلها بهذا الشكل كيف راكم تشاهدوا الآن، ومن بعد لنقيها
مباشرة راح نحط لها المبيد، لأنه هذيك الأرضية كيف راكم تشاهدوها كلها راهي مليئة باليرقات، هذيك اليرقات الخضراء اللي نسموها احنا العراقية. هذا أفضل وقت أني نحط عليها المبيد، مع أني كل 3 أيام نحط لها المبيدات، ومع ذلك بقات هذيك اليرقات بقات حية لأنها مختبئة تحت هذه العشبة اللي هي المرير، لأنه يفرش في الأرض كالمظلة، وهي تجد أين تختبئ تحت هذه العشبة. أفضل وقت يعني كما قلت هو وضع المبيد مباشرة بعد تنقية هذا المكان أو هذه السريحة من هذه الأعشاب. راح نحط لها كما قلت لكم سماد إمبيكا اللي هو 20-20-20، وراح نحط لها كذلك السماد اللي يكون فيه نسبة الفوسفور مرتفعة. لذلك قبل لا حطيتهم راح قمت بتنظيفها وتنقيتها من هذه الأعشاب كلها، وطبعا هذه الأعشاب راح نقدمها كغذاء للمواشي. بعد اللي نقيتها من نقيت سريحتين فقط يكونوا بهذا الشكل، والسرايح الأخرى راح نرجع عليهم يوم آخر تكون بهذا الشكل. وبعد اللي كملت من التنقية، هذا هو الحشيش أو المرير اللي نحيته، هذه العشبة سميتها المرير، راح نقوم بجمعها. طبعا نقوم نسوسها مليح من التراب أو الرمل ونديرها في الكيس. وهذاك المكان اللي راني حاط فيه هاد الأعشاب حتى هو بعد اللي نكمل إدخال هذه العشبة في الكيس راح نرجع لهذا المكان ونرش عليه المبيد، لأنه أسفل التربة هذيك أسفل هاد الأعشاب راه مليء باليرقات، لازم نبيدها كلها. راه ناشف ما يحتاج للغسل، فقط نحمنه الرمل ونديه للمواشي كعشاء أو كغذاء. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتكون فيه في فائدة ولو قليلا. هذا هو الهدف نتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.